فضيلة الشيخ يقول: هل الكفارات بالترتيب أم بالخيار؟ كفارات منها شيء بالترتيب، مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا بالترتيب. وكذلك كفارة القتل خطأ، هذه بالترتيب، أنه يعتق رقبة، يعتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، هذا بالترتيب. وأما كفارة اليمين فإنها بالتخيير، وفيها ترتيب أيضا، يخير بين صيام ثلاثة، يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، هذا بالتخيير. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو للتخيير بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم.